السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء طلاب الشهادة الأعزاء، أهلا بكم في فيديو النهاردة. النهاردة إن شاء الله معانا الوحدة 18، الدرسين 3 و4، ونختم بيهم كده المنهج إن شاء الله رب العالمين. وزي ما احنا متعودين بنبدأ بنصوص الاستماع والريدنج، صفحة رقم 287، فابقوا معانا. ورجعنا لكم تاني يا شباب. عندي تيب سكريبت نص استماع عباره عن ديالوج ما بين تامر وتورستس. تامر بيقول جود مورنينج ليدز اند جنتلمان، صباح الخير سيداتي يعني نساتي. تورستس رد وقال جود مورنينج. تامر قال ماي نيم از تامر اند اي ام يور دايفنج انستراكتور فور توداي، انا اسمي تامر. بيعرفهم طبعا بنفسه، بيقول لهم انا اسمي تامر وانا المدرب بتاع الغوص النهارده. انفورشنتلي لسوء الحظ سمير the instructor you had with you yesterday، المدرب اللي كان وياكم امبارح اللي اسمه سمير isn't well، صحته مش كويسه. so he can't come today، لذلك ما يقدرش يجي النهارده. I just want to talk to you for a few minutes before we go on our dive today، انا بس عاوز اتكلم معاكم لدقائق معدوده قبل ما نروح نغطس النهارده. so have you got all your diving equipment with you، لذا هل كلكم معاكم المعدات بتاعت الغوص مع وياكم يعني؟ السياح قالوا yes thanks. تامر بيقول good let me tell you where we are going today، عايز بقى اقول لكم احنا رايحين فين النهارده. first we're going to shark reef، في البدايه احنا هنروح لشارك ريف. this is where you could see some gray sharks، في المنطقة دي هتقدروا تشوفوا بعض السمك القرش اللون الرمادي. have any of you swam near sharks before، هل أي حد فيكم قبل كده سبق له إن هو سبح وعام بالقرب من sharks أسماك القرش؟ رد سائح قال no never، لا إطلاقا. تامر قال okay well if a shark is eating food or it feels frightened it might not be happy to see you، حسنا لو سمكة القرش بياكل طعام او بيحس بالخوف فانه هو ربما ما يكونش يشعر بسعادة ان هو يشوفكم، مش يكون سعيد ان هو يشوفكم يعني. however ولكن we don't look like a shark، a shark is food، احنا يعني شكلنا كبني ادمين احنا لا نبدو طعاما ل السمكة القرش. so they won't try to eat us، عشان كده هما مش هيحاولوا اصلا يقربوا مننا عشان ياكلونا. if we see a shark we will get behind a coral wall and hide، لو احنا شفنا سمكة قرش احنا هنختبئ يعني خلف حائط مرجاني. the shark will relax، سمكة القرش ساعتها هتستريح and quickly go away، وعلى الفور هتنطلق. however ولكن I am sure we want to see a shark today، لكن أنا متأكد إن إحنا مش هنشوف أي شارك النهاردة، أي سمكة قرش النهاردة. it is the wrong time of year، لأن إحنا يعني في الوقت الغير مناسب من العام لهم يعني. tourist 2 كان بيقول what a relief، هنا ده تعبير عن الراحة، يقول what a relief يا لها من راحة. طبعا هو فرحان انه مش هيشوف سمك قرش طبعا ولا هيمسوهم ولا هيضرهم. تورست 3 بيقول thank goodness، الحمد لله for that، على كده الحمد لله على ذلك. بعد كده تامر بيقول you will of course see a lot of wonderful fish، انتم بالطبع هتشوفوا الكثير من الاسماك الرائعة. after shark reef we will move to Yolanda Reef، بعد المنطقة المرجانية اللي بيعيش فيها سمك القرش احنا هننتقل ل يولاندا ريف. هننتقل ل يولاندا ريف حيث يوجد حطام سفينة هنا. It's a very old boat، انها قارب قديم جدا. and it has been there a long time، ولا كتير قوي في المكان ده. There are thousands of fish، هناك آلاف من الأسماك. to see، لرؤيتها هنا. and also turtles، وكذلك في برضو سلاحف. some of the sea life، بعض من الكائنات البحرية.
is almost impossible to see. يعني مستحيل جدا انك تشوفها because they hide in the coral عشان بيختبئوا في المرجان. Swim near me بيقول لهم اسبحوا ورايا so that I can show you عشان انا اقدر اوضح لكم واوريكم what to see ايه اللي تشوفوه. Diving isn't dangerous الغوص ما هواش خطير but you must be careful لكن يجب عليكم انكم تبقوا حريصين. So remember to watch what I am doing عشان كده تذكروا انكم تشوفوا اللي انا بعمله. Near Yolanda Reef بالقرب من Yolanda Reef there is a fantastic coral garden هناك حديقة مرجانية fantastic رائعة full of beautifully colored coral مليئة بالمرجان الملون الجميل. You will be amazed انتوا هتكونوا مدهشين جدا. طبعا السياح كلهم اللي قال great عظيم اللي قال I can't wait مش قادر انتظر يعني متلهف إلا I am really looking forward to this dive أنا مشتاق أوي للغوص دوت. تامر قال now any questions أي سؤال okay let's go يلا بينا. طيب بعد كده عندنا نص reading في نفس الصفحة صفحة 288. As Red Sea is one of the warmest seas in the world البحر الأحمر هو واحد من أدفأ البحار في العالم. For this reason يعني ولهذا السبب hundreds of fish فإن مئات الأسماك and animals والحيوانات live there لهذا السبب مئات الأسماك والحيوانات عايشين هناك. In fact في الواقع if we didn't have the Red Sea لو ما عندناش البحر الأحمر the world would have 20% fewer kinds of fish فإن العالم هيكون به 20% من أنواع الأسماك أقل مما هو عليه الآن. يعني عايز أقول إن البحر الأحمر غني بالأسماك بنسبة 20% من أنواع الأسماك المختلفة على مستوى العالم البحر الأحمر غني بها. One of the special kinds of fish that live in the Red Sea is the sailfish إحدى أنواع الأسماك الخاصة اللي عايشة في البحر الأحمر يطلق عليها اسم sailfish يعني سمكة المارلين الشراعي. This is the fastest fish in the world دي أسرع سمكة في العالم. It can jump out of the water at 110 kilometers an hour. بتقدر تقفز خارج المية على مسافة 110 كيلومتر في الساعة. Stingrays also live in the Red Sea. في نوع من الأسماك اسمه stingrays اللي هي السمك اللاذع أو اللاسع أيضا بيعيش في البحر الأحمر. They live in groups يعيشون في مجموعات of 5 or 6 مجموعات مكونة من 5 أو 6 and usually stay at the bottom of the sea وعادة بيقيموا في قاع البحر. They like it there بيحبوا الجو هناك والمكان هناك because other fish can't see them لأن السمك التاني ما يقدرش يشوفهم. There are also more than 40 kinds of shark يوجد أيضا أكثر من 40 نوع من سمك القرش. Some of these are up to 3 meters long البعض منهم بيبلغ أكثر من 3 متر طولا. But not all of them are dangerous لكن مش كلهم بيكونوا خطرين. You may be surprised to know that some coral can be more dangerous ربما تكونوا مندهشين ومستغربين ومتعجبين لما تعرفوا إن بعض المرجان يمكن أن يكون على مستوى من الخطورة. Divers need to be careful of fire coral الغواصين محتاجين إن هم لازم يبقوا حريصين ويخلوا بالهم من المرجان الناري. It is called this يطلق عليه هذا الاسم because if you touch it it will burn you يطلق عليه هذا الاسم لأنك أنت لو لمسته فهيلسعك أو يعني هيحرقك يعني هيلسعك جدا. بعد كده larger animals also live in the Red Sea حيوانات أضخم بتعيش أيضا في البحر الأحمر. Green turtles سلاحف الخضراء grow to about 1.5 meters long طولهم يبلغ 1.5 متر and live for 23 years or more ويعيشوا لمدة حوالي 23 سنة أو أكتر.
if they are in water لو هم موجودين في المية they can swim at about 55 kilometers an hour يقدروا يقوموا على مسافة 55 كيلومتر في الساعة but they are very slow لكنهم بطء جدا when they walk on beaches يعني هم بيكونوا بطء قوي لما بيسيروا على الشواطئ they usually only visit beaches every 2 or 4 years هم عادة بيزوروا فقط يعني الشواطئ كل سنتين أو أربعة when they are ready to lay eggs لما بهم بيكون على استعداد ان هم يبيضوا البيض a mother turtle can lay up to 200 eggs in the sand السلحفاة الأم ممكن أن تضع بيض لما يزيد عن 200 بيضة في الرمل بكده نكون خلصنا الكلمات النصوص نفسها نيجي للكلمات عندنا صفحة 286 دايفر يعني غواص excitement إثارة wreck يعني حطام السفينة instructor مدرب أو مرشد relief ارتياح وإغاثة green turtles السلاحف المائية ladies say that unfortunately يعني لسوء الحظ amazed يعني مندهش selfish سمكة المارلين الشراي abbreviations يعني اختصارات gentleman يعني السادة diving equipment معدات الغطس بعد كده colored يعني ملون أو ذاهب الألوان pepper نبات الفلفل below يعني أسفل family party حفل عائلي goodness يعني طيبة أو صلاح percent يعني في المية a mother turtle سلحفاة الأم turtle سلحفاة برية poo gloves طبعا بيكون عند الارتياح من التعب land animals حيوانات اليابسة اللي هي الحيوانات اللي تعيش على سطح الأرض مش في الماء weather الجو أو الطقس عندنا يا جماعة من ضمن الابريفيشنز اختصارات AM يعني صباحا ده اختصار لكلمة اسمها أنت ميريام يعني before midday يعني قبل الظهيرة قبل الظهر يعني AM PM بعد عكسها post meridian يعني بعد الظهيرة KMH K يعني kilometers an hour في الساعة H بترمز ل hour يعني الساعة و KM يعني kilometers TV اختصار لتلفزيون CM اختصار لسنتيمتر التصرفات مهمة جدا show showed shown come came come fall fell fallen hide hid hidden الكلمة وعكسها عندنا did badly يعني أدى أداء غير طيب أدى أداء سيء عكسها did well أدى أداء بطريقة جيدة the fastest الأسرع إنما the slowest الأبطأ likely من المحتمل unlikely من غير المحتمل fortunately عكسها unfortunately لحسن الحظ ولسوء الحظ beautiful جميل عكسها ugly يعني قبيح عندنا بعد كده شوية حروف جر مع شوية تعبيرات مهمة go on a dive بتساوي go diving يذهب للغطس get behind يختبئ خلفه go away يبتعد ويهرب the wrong time of the year الوقت الخطأ يعني الوقت غير مناسب يعني من العام jump out of يقفز خارج move away ينتقل بعيدا for this reason يعني لهذا السبب in fact في الواقع one of the warmest seas أحد أكثر البحار دفئا swim at about يسبح بسرعة حوالي كذا careful of حريص محذر من at 110 kilometers an hour بسرعة 110 بسرعة 110 كيلومتر بالساعة grow to about ينمو أو يكبر حتى يصل إلى كذا كذا up to وحط رقم متر يعني يصل طوله إلى كذا 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 مترز أمتار at the bottom of يعني في قاع live for for معناه هنا لمدة يعني يعيش لمدة fall off يسقط من فوق حاجة معينة take notes يسجل ملاحظات ready to lay eggs يستعد لوضع البيض let me tell you دعني أخبرك a group of يعني مجموعة من يلا بقى نشوف exercise ندردش بقى في بعض التدريبات the best place to see fish is the old knot of a boat طبعا طالما قال لي قارب يبقى ريك حطام السفينة ريك of a boat near the island knot use special equipment before jumping into the sea من البلبس معدات خاصة قبل
القفز داخل البحر، طبعا دايفرز الغواصين لتر سي. ثلاثة، it was a when I finished my exams. It was a relief، لقد كان ارتياحا كبيرا. When I finished، لما خلصت امتحاناتي، يبقى في ارتياح، ارتحت او relief، راحة. There was a lot of not when the famous football player visited the school yesterday. كان في إثارة بالغة، إثارة شديدة لما اللاعب كرة القدم المشهور زار المدرسة امبارح. بعد كده بقية الاكسرسايز صفحة 291. If we see a shark، لو شفنا سمكة قرش، we will get behind the coral wall and hide، ونختبئ. The book is 25 centimeters عرضه، يبقى wide. Do you think we should the sea life in the Red Sea? Do you think we should avoid؟ هل تعتقد ان احنا يجب علينا ان احنا نتجنب الحياة البحرية in the Red Sea، في البحر الأحمر؟ رقم 8، the note showed us how to dive underwater. The instructor، يعني المدرب او المرشد، ورينا ازاي ان احنا نغوص تحت الميه. بعد كده the Red Sea is one of the warmest seas، اكثر بحار، واحد من اكثر البحار دفئا في العالم. عليه نقط off a wall but he wasn't hurt. وقع من على حيطه، يبقى fell off. 11، احمد won the and got the gold medal won the race، فاز بالسباق. If you touch the fire coral it will burn you، يعني هيلسعك. I'm looking forward to going out today. طبعا look forward to عايز فعل في ing. A mother turtle can not up to can lay طبيض ما يزيد عن 200 بيضة في الرمال. طبعا خلي بالك بقى ايه من بعض التعبيرات، في تعبيرات خاصة بالارتياح زي poo، what a relief، thank goodness for that، دي تعبيرات خاصة بالارتياح. نقولهم تاني poo، what a relief، يا لها من راحة، thank goodness for that، الحمد لله على ذلك. عندنا يا جماعة تعبيرات أخرى خاصة بالإثارة والاندهاش الشديد، يعني زي great، حاجة عظيمة. I can't wait، لا أستطيع أن أنتظر. I am looking forward to that، أتطلع لإيه لذلك. أحب أزف لكم يا جماعة خبر كويس إن شاء الله بنسبة 99%، وهو إن الدروس الأخيرة على مستوى الوحدات كلها، مش شرط الإنجليش بس، جميع الوحدات نادر ما يجيب لك منها أسئلة، ولو يجيب لك منها أسئلة تبقى أسئلة مباشرة وأسئلة سهلة وأسئلة واضحة، فما تقلقوش. إحنا بس بناخد فكرة عامة عن الوحدة الأخيرة بكلماتها بدروسها، فما تلهوش، مش حاجة صعبة هتيجي منها ان شاء الله. طبعا زي ما احنا عارفين ان اخر كل واحدة في مجموعة من الكلمات اللي لازم الطالب يلم بيها. صفحة رقم 296، دي كلمات، مجموعة من الكلمات المهمة على مستوى الوحدة 18 كلها. بكده يا شباب نكون خلصنا كل الوحدة 18 على خير، الحمد لله بعلمين. ان شاء الله كده انتظرونا في حل مجموعة من المحافظات. طبعا الحل هو المهم جدا يا جماعة والمفيد في الفترة ديت. اوصيكم بحفظ مزيد من الكلمات، ربنا يسلكم الامر. لو انت اول مرة بتتابعنا على قناتنا وتشاهدنا وتسمعنا، يا ريت ما تبخلش عنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل حتى يصلك منا كل جديد من اصداراتنا التعليمية والمناهج الدراسية بتاعتنا خاصة باللغة الانجليزية او اخبارنا التعليمية كذلك. يا ريت ما تدخلوش علينا بعمل لايك للفيديو. الى ان نلتقي في فيديو اخر، لكم مني تمام التحية والتقدير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دمتم في رعاية الله.